يجتمع محبي الطهي في هذا الجناح الذي يضم ورش عمل مختلفة لأطباق شهية مقدمة من طهاة ذوي خبرة. تساعد هذه الورش محبي الطبخ على تعلم أسرار وطرق الطهي بطريقة احترافية. صراحة دائماً جينا أسئلة، كيف نسوي الشوكليت، كيف ممكن، هل ممكن نسويها من البيت ولا هل نحتاج يعني معمل بروفيشنال؟ فحاولت أنه في ورشة العمل هذه أني أسويها بطريقة جداً مبسطة، ويعني أعطي فيها الأساسيات حقت الشوكليت، كيف الشخص ممكن يسوي الشوكليت بطريقة سهلة وحلوة. اليوم كان عندنا ورشة عمل طبخ ستيك بتكنيكس مختلفة، 3 أو 4 تكنيكس، شفنا إيش الأخطاء الشائعة وإيش التكنيكس اللي كل أحد يفضل يسويه. زي ما نقول دائما كل شيخ له طريقة، فنحن اليوم شفنا الطرق المشهورة، في ناس يقول لك حط ملح بدري، في ناس يقول لك حط ملح متأخر، في ناس يقول لك لا تحط ملح. سوينا اليوم كل الأشياء، نفس الشيء في طرق الطبخ، نار عالية نار واطية، اليوم جربنا كل شيء ورينا الناس الفروقات البسيطة. 6 طهاة يقدمون أطباقهم المختلفة من الريزيتو الإيطالية إلى المعمول الحجازي. أنا بحضر الطبخ ومهتم بالطبخ بشكل عام جداً، وكنت مهتم جداً أني أشوف ورش عمل طبخ في السعودية، ولما جيت معرض الكتاب لقيت ورش عمل للطبخ وحضرتها باستمرار كل يوم، ومبسوط جداً أني لقيت ورش العمل في الرياض. اتعلمت في حاجات كتيرة لأن حاجات مميزة جداً، حاجات أول مرة أعرفها، حاجات طبخات جديدة اتعلمت، مثلاً في حاجات أنا كنت أعملها غلط، لا هم عرفوني إزاي هي الصح، و المقاسات برضو في الأكل وكده، وطبعاً برضو الريزوتو كان حاجة خرافية جميلة جداً. الطبخ والأزياء والموسيقى مكونات ثقافية تدخل ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، وتحجز مكاناً لها ليس فقط في الفعاليات وإنما حتى في الكتب المختصة بهذه المجالات، حيث يجدها عشاقها على أرفف دور النشر. شعل السعد، MBC الرياض. كمان بتشارك جامعات عالمية في معرض الرياض الدولي للكتاب لنشر دورها العلمي والثقافي من خلال ورش متنوعة وإصدارات بلغات مختلفة، ده طبعا في إطار التنوع الثقافي للكتب الموجودة في المعرض، بالإضافة لوجود اللغات المختلفة لتلبي مطالب القراء. أسام لجامعات عريقة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب بمجموعة مميزة من مكتبتها الخاصة، تضيف للمعرض تنوعاً ثقافياً كبيراً. جامعة هارفارد هي أحد الجامعات العريقة، تؤسست عام 1636 ميلادي، وهي أكبر الجامعات من حيث المساحة. مشاركتنا اليوم في معرض الكتاب هي المشاركة الأولى، حاطين عندكم عينة من الكتب الموجودة في هارفارد ستور، ونعرض برضو معلومات عن التسجيل فيها ومعلومات عن الكورسات اللي نقدمها في الموقع الإلكتروني. طبعاً كيمبريدج إحنا أول وأكبر نشر في العالم، إحنا أول دار نشر وانشأت في العالم، ومشاركتنا في معرض الكتاب الدولي بالرياض مش جديدة، إحنا طول عمرنا متواجدين ومن أول مرة أقيم المعرض فيها وإحنا دايماً متواجدين. دورنا هنا إن إحنا بنعرض الكتب اللي موجودة في جميع المراحل. دلوقتي في شراكة ما بين أو في وحدة حصلت ما بين كيمبريدج يونيفرسيتي بريس اللي هو الجناح المتعلق بالنشر، وكيمبريدج أسسمنت اللي متعلقة بالتقويم، بقينا جزء واحد أو بقينا كيان واحد، وبالتالي كل مناهجنا دلوقتي بتؤهل الطلاب تلقائياً للالتحاق بمدارس كيمبريدج وخوض اختبارات كيمبريدج. يشارك في المعرض 30 بلداً تأتي بلغات مختلفة بين الهندية والفرنسية والصينية وغيرها الكثير. أنا اختصرت على الكتب الأدبية مثل الروايات، أكثر شيء روايات، لأن الكتب العلمية أكيد تدرس باللغات الإنجليزية واللغة العربية، فأكثر شيء هنا موجودة كتب فرنسية لكتاب فرنسيين، وأيضاً لأعمال عربية مترجمة إلى اللغة الفرنسية لأعمال بعض الكتاب السعوديين اللي هي مترجمة من اللغة العربية، بالإضافة إلى كتاب عرب أيضاً ترجمت أعمالهم إلى اللغة الفرنسية. وبالتالي لما أشارك في المعارض العربية وخاصة في معرض الرياض أحاول أني أعرف بالثقافة الفرنسية. جيت نبش على كتب باللغات عربي طبعاً، وكمان فرنسي وإنجليزي، لأنه أنا كلبناني بحكي هالثلاث لغات وبيهمني أقرأ بهالثلاث لغات، والأهم برأيي أنه في كتب بلغتها الأم أحسن تقريها، مثلاً بالإنجليزي كتب مانجمنت، كتب بزنس، بالفرنسي قصص ديروما، يعني أفضل تلاقيهم بلغتهم الأم. مشاركة الجامعات كتير مهمة بالنسبة لاختصاص الماسترز اللي أنا عم بسويه،
بالإضافة لهذا وهذا بحس الكتب بالإنجليش بتعطي مرجعية أكبر لأنه هي عائدة لعدة جامعات كبيرة بالعالم. أكيد بالنسبة لاختصاصي كتير مهم وجود هاي الكتب، كتير استفدت وكتير أخذت من هاي الكتب لحتى تساعدني أكمل الماسترز تبعي بالرسالة تبعها. أيام قليلة تفصلنا عن طي معرض الرياضة الدولي للكتاب أوراقة، يتسارع فيها محبي القراءة لاقتناء كتبهم من دور نشر واسعة في مكان واحد. شاعل السعد، MBC الرياض.